السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف ازاي نرسم الهول في برنامج الهول بلان، وهو من البرامج القوية من برامج البيب. طيب دلوقتي هاجي هنا اقول انا عايز ارسم هول، وبعد كده هرسم مثلا خط مستقيم بالشكل دوت، تمام، وهدوس هو مكمل معايا، هدوس اسكيب عشان اخرج من الامر. هاجي اعمل سيلكت على الحائط، فهو بيبدأ يقول لي انت عايز المسافة دي كام، فتقدر تقول له مثلا 500 5000 مثلا، تزود مثلا تخليها، هو اوتوماتيك هيعدل لك الرقم زي ما انت عايز. وهنا تقدر تحدد الميل بتاعك هيبقى قد ايه، الزاوية بتاعتك مثلا خليها بالشكل دوت، تمام. طيب خلينا نرسم نقطة حتة كمان الزاوية في بعض، اهي من هنا لهنا لهنا، هتلاقي الأمور مكملة معاك لحد ما تقفل الشكل بتاعك. او ممكن تقول له انا عايز ارسم ريكتانجل، تحدد اول نقطه تاني نقطه، او ممكن تقول له انا عايز ارسم كيرف، بتحدد اول نقطه تاني نقطه، وبعد كده ترسم الاتجاه بتاع الرسم بتاعتك وتدوس انتر عشان تبقى خرجت من الامر. وكذلك ممكن تقول له انا عايز ارسم دايره، حد اولها واخرها فين، ممكن تخليها كامله او بص زي كده. ممكن تقول له انا عايز ارسم بورجن اهوت، ده عدد الدروع، وهتلاقي الخصائص المعلومات الخاصة بال الحاجة اللي انت بترسمها بتبقى موجودة تحت هنا زي ما انت عايز. طيب ممكن نقول له مثلا عايز ارسم بورجن تاني، بقول لي حدد مثلا هو ثماني 8 دروع، بس اول نقطة النقطة، بعد كده تحدد الاتجاه بتاعك هيبقى انهي ناحية، بعد كده تدوس اسكيب عشان تخرج من الامر. طيب خلينا نعمل سيلكت على اي حائط من الحوائط ديت، نخرج من الامر نعمل سيلكت على اي حائط، وهتدوس عليه مرتين هيبدأ يطلع لي الحيطة عاملة ازاي، تمام. عدد اللايرات اللي موجودة، تمام، ممكن تضيف لير تالت، وبعد كده تشوف السمك بتاعه هيبقى قد ايه، وتشوف الماتيريال اللي موجودة هتبقى ايه، وهكذا. كل واحدة من دول هتلاقي الخصائص بتاعتها تقدر تعدل فيها، وبتكتب الرقم زي ما انت عايز. دي الليرات، كل واحدة فيهم تقدر تدخل وتظبط المعلومات بتاعتها، والهاي بتاع كل لير برضه تقدر تدخل تعدل فيها زي ما انت عايز.